الله يحييك يا دكتور، صباحك جمال. يعني دكتور، الحديث عن هذه المبادرة، يمكن أنا وسارة قبل شوي قاعدين نتحدث أنه فعلا في امتنان كبير من الجميع للعاملين في القطاع الصحي، نشوفهم صامدين برسالة إنسانية يقدمون الرعاية لنا بكل حب، ولكن أكيد أن هناك التحديات الكبيرة خلف هذا الصمود في مواجهة الجائحة تأتي معكم فعليا لأن نقدم لهم هذا الاستشعار، هذا الامتنان بجهودهم. بالضبط. يعني طبعا الفيلم التعريف هو عرف جزئيا بالمبادرة. نعم. ونحن نعرف هذه الجائحة وإشكالاتها وآثارها يعني الصحية والاقتصادية والآخر، أيضا نقدر اهتمام الدولة بأجهزتها الحكومية بشريحة العاملين في المجال الصحي. يعني كما تعلمون أنه كل شرائح المجتمع حظيت باهتمام قطاعات وجمعيات خيرية، هنالك جمعيات خاصة بذوي الإعاقة وجمعيات خاصة بالأيتام وجمعيات خاصة بالمرضى التوحد والسرطان والأخير. إحنا تساءلنا الآن ماذا عن العاملين في مواجهة هذا الوباء كوفيد، ماذا نقدم لهم كمشروع مجتمعي يعني ينطلق من المجتمع وليس من القطاع الحكومي. من هنا نبتت فكرة يجب أن نكون معكم أبطال الأبطال العاملين الحقيقة في مواجهة كوفيد 19 وإحنا نعرف خطورة. فاستشعارا بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على العاملين، قلنا نحن معكم فلا بد أن نقدم مبادرة وطنية إنسانية لنشعرهم بأننا معكم ونقدم لهم ما نستطيع من خلال منظومة من البرامج إن شاء الله تعالى. جميل. يعني المبادرة أتت من أجل التخفيف على العاملين في القطاع الصحي الأثار النفسية اللي ممكن يكونوا تعرضوا لها في خلال الفترة الماضية. بالتأكيد هناك بعض يعني ما رصدتوه حول العاملين في القطاع الصحي، يعني إحنا البعيدين عن القطاع الصحي بنقول أنه ممكن يكون تسبب لهم في القلق في التوتر، يعني ممكن يكون تسبب في اكتئاب. أكيد رصدتوا بعض يعني المؤثرات أو التأثيرات والإنعكاسات اللي كانت عليهم، وضعتوا لها برنامج من خلال هذه المبادرة. إيش البرامج اللي وضعتوها؟ عفوا بس للتأكيد على كلامك، فعلا هو حقيقة مش رصد، هنالك دراسات، وفي دراسة نشرها الدكتور خالد السعيد عن الأعراض النفسية على جائحة كورونا، وكانت يعني تشمل عينة الدراسة 19% من العاملين في مجال الصحي. بعدين لا ننسى أن العاملين في مجال الصحي يا جماعة تراهم بشر ليسوا محصنين، يعني لهم مشاعر، لهم أحاسيس، لهم متطلبات. إحنا من خلال الملاحظة، من خلال الاحتكاك، لمسنا معاناة ما تتخيلونها للعاملين في مجال الصحي. يعني لما شخص يكون بعيد عن أسرته لثلاثة أشهر ويخاف أنه يلتقي بأطفاله وبزوجته خشية أن ينقل لهم العدوى، ايش نتوقع يعني غياب ثلاثة اشهر عن الاولاد وعن البيت، ايش الاثر النفسي اللي بيكون عليه؟ ايش الاثر النفسي اللي بيكون على زوجته، على اطفاله، على امه، على ابوه، على الوسط؟ هذا من هنا يعني استشعرنا الحقيقه هذا الدور. ولذلك يعني احنا حددنا مجالات معينه، يعني انه الشريحه هذه حددنا الاحتياج وحددنا المجالات التي يمكن ان نخدم في هذه الشريحه. فالنقطه الاولى اللي وجدناها هو فعلا الحاجة للإرشاد النفسي والإرشاد الأسري والمجتمع. وبالمناسبة المبادرة لا تهدف فقط العاملين في القطاع الصحي في مواجهة كوفيد، بل تشملهم وتشمل أسرهم. يعني إذا كان ممارس صحي أولاده يعني عانوا مشكلة معينة، قلق، توتر، رهاب إلى آخر، المبادرة هذه معنية بهذا الموضوع، فهي معنية بالإرشاد النفسي والإرشاد الأسري والاجتماعي وبرامج يعني الاحتوائية وتعزيز الجانب النفسي. أيضا أضفنا الحقيقة إلى المبادرة أن نعمل نحن كوسطاء لتقديم تسهيلات لهذه الفئة المستهدفة مكافأة لها، تسهيلات في القطاعات الحكومية وتسهيلات في القطاع الخاص. وأنا حقيقة من خلال برنامجكم وأرجوكم يعني تساعدونا في هذا الموضوع، يجب على القطاع الخاص أن يمد يده بقوة لنقف مع هذه الشريحة التي تعرض نفسها للخطر وترتب حقيقة عليها يعني أو تحملت أعباء كثيرة جدا. يعني دكتور، هذا السؤال فعليا كان يدور في ذهني اليوم. الناس لما تشوف مثل هذه المبادرة في
كثير اللي فيهم خير وودهم يبادرون تعبيرا للامتنان الكبير لهؤلاء الأبطال من قطاع خاص أو حتى أفراد في تقديم خدمات أو تقديم أيضا مكافآت من خلال هذه المبادرة. كيف يتواصلون معكم لأن يكونوا جزءا من هذه المبادرة؟ أيوة، حنا سهلناها جدا. بالأمس كنا مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل الذي بارك الحقيقة يعني هذه المبادرة ودشنها ويعني أثنى كثيرا. التغريدة يعني حنا وضعنا رابط في التغريدة نفسها، الآن أي واحد يدخل الرابط ويشوف كل التفاصيل عن هذه المبادرة، وحتى الممارسين الصحيين يستطيعون أن يتقدموا بطلب يعني الخدمة التي يحتاجونها من خلال هذا الرابط. فالرابط موجود في التغريدة الأولى التي غرد بها صاحب السمو، هي أول تغريدة بالمناسبة، يعني هو التدشين كان عن طريق تغريدة تحت هاشتاغ نحن معكم. وأعتقد أنها يعني ما أدري أنتم أعلنتوها أو هي أعلنت في آخر الفيلم، لكن على أي حال هي يعني أعلنتها وكالة الأنباء وتنقلتها وسائل الإعلام، وهي موجودة في التغريدة الأولى اللي معكم. يسوي كليك على التغريدة وتنفتح الصفحة وكل الديتيلز موجودة هناك والروابط موجودة هناك وآلية الدخول موجودة هناك، والعملية مسهلة ولله الحمد لله. جميل، يعني أعتقد كمان حيكون هناك شراكات كثيرة وكبيرة من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الخراشي وهو المتحدث الرسمي لمبادرة معكم، يعطيك ألف عافية دكتور عبد الله. يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم، شكرا لكم على هذا التنويه، شكرا لكم، مع السلامة.